ولاحظنا ان هذه الوفيات اللي صارت في الفتره الاخيره اغلبهم من اللي عندهم اكثر من عرض، يعني ما يكون عندهم موضوع، يعني عندهم عرض واحد او مرض كامن، اكثر من شيء، وحسب الدراسات العالميه الموجوده الى هذا الوقت، وهذا يمكن من الاشياء الثابته حاليا عن مرض كوفيد 19، ان بعض الامراض جدا جدا تشكل خطر على هذا الاشخاص، ويكون موازي اليها ان احنا نقول الاشخاص اللي عندهم يعني امراض كامنه او كبار السن او مناعتهم ضعيفه ان ياخذون حذر اكثر، لانهم بيكونون هم الاكثر عرضه للوفيات. بالنسبه للاعمار، طبعا العمر احنا قلنا كبار السن هم نوع من الانواع او مثل ما نقول مجموعة اللي هم أكثر عرضة للخطر، بس هم مو المجموعة الوحيدة. عندنا الأمراض الأخرى، الأمراض اللي تكون فيها مصاحبة في نقص المناعة، اللي عندهم أمراض في القلب، السكري، اللي عنده مرض في الكلى، مزمن في الكلى. هذه المجموعة كلها ممكن يكون في شخص حتى لو كان صغير في السن بس عنده أكثر من عرض كامن أو مرض آخر، هذا يساعد من نسبة إصابته بالمضاعفات ولا سمح الله الوفيات. وهذا الأشخاص كان أغلبهم يعني ما يمنع أن هم بحسب السن، إذا كان سن أصغر أنه ما راح يتعرض لمضاعفات. في حين في نفس الوقت طبعا الدراسات العالمية والإحصاءات العالمية لجميع الحالات، في حالات وفيات طبعا نسبة جدا جدا أقل تكون في أشخاص يكون صغير في السن وما عنده حتى أمراض كامنة ولا عنده خطورة، بس هذه نسبة جدا القليلة. معظم الحالات تكون وفيات لأن عندها أسباب أخرى تساعد في تطور هذا المرض ويتحول إلى حالة خطيرة. بالنسبة للبروتوكول العلاجي فعلا يتناسب. إحنا بالنسبة إلينا لما يكون المريض يوصل ومصاب إلى أي مركز مراكز العلاج، يصنف حالته هل هي متوسطة أو شديدة أو شديدة خطورة، والبروتوكول العلاجي الوضع من قبل الفريق الطبي الوطني يتناسب مع كل حالة، وهذا العلاج هو معتمد بين الفريق الوطني، واللي احنا نتابع جميع المستجدات على الساحة العلمية لمرض كوفيد 19 سواء في على مستوى المنطقة أو العالم بتواصل مع الخبراء في العالم لتجديده بما يتناسب مع المعلومات الجديدة عن هذا المرض.